مدبولي يشدد على أهمية التعاون والتنسيق بين مختلف أجهزة الدولة والقطاع الخاص لتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة. الاتحاد الأوروبي يفرض المزيد من العقوبات على روسيا، من المرجح أن تشمل إجراءات ضد واردات النفط. خلال لقائه مقاتلي قوات المظلات، وزير الدفاع يؤكد أن القوات المسلحة حققت طفرة في تطوير أساليب التدريب القتالي. أهلا بكم إلى هذه النشرة المفصلة. أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أهمية المتابعة اليومية للإجراءات وخطوات التعامل مع تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية وما نتج عنها من ارتفاع في أسعار السلع عالميا، مشيرا في هذا الصدد إلى التعاون والتنسيق بين مختلف أجهزة الدولة لتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة تلبي احتياجات المواطنين. وخلال اجتماع الأسبوعي أشار رئيس الوزراء إلى ما تم اتخاذه من إجراءات تتعلق بحصاد وتوريد القمح لهذا العام والتنسيق بين الوزارات المعنية لإنجاح الموسم. ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ عبد اللطيف وهب، الكاتب الصحفي المتخصص في شؤون مجلس الوزراء. أستاذ عبد اللطيف، كيف ترى ما تم التباحث بشأنه اليوم من ضبط طبعا الأسعار المتعلقة بالسلع الأساسية في الأسواق وأيضا الحديث عن موسم حصاد القمح؟ يعني في الحقيقة ده هو رسالة من جانب الحكومة لكافة المتعاملين في الأسواق العامة، سواء كان التجار الجملة أو التجزئة، وكذلك المواطن أو المستهلك المصري. الحكومة قدمت العديد من المبادرات التي استطاعت في الفترة الأخيرة إن هي تواجه فيها أزمة ارتفاع أو الأزمة العالمية لارتفاع أسعار السلع الأساسية. حضرتك تتذكرين ان يعني معارض دائمه ومتنقله بيتم ضخ فيها كافه السلع الاساسيه، هذا من ناحيه. من ناحيه اخرى في نفس الوقت هناك تجديدات من جانب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لكافه المسؤولين في الحكومه، خاصه وزاره التموين والتجاره الداخليه ووزارة الداخلية والوزارات الأخرى المعنية بضرورة تجديد الرقابة على عمليات تداول السلع في الأسواق العامة. مصر استطاعت خلال الفترة الأخيرة أو ما قبل الأزمة الروسية الأوكرانية في بناء مخزونات من السلع الأساسية الرئيسية، خاصة القمح، السكر، زيت الطعام وخلافه، وهي من السلع التي يتم استيراد جزء كبير منها من الخارج. هذه السلع لعل حضرتك تتذكرين يعني استطاعت ان تقي مصر من مخاطر الاسواق العالميه في او الاسعار العالميه في الوقت الحالي، يعني مثلا على سبيل المثال عندنا قمح اكثر من 3 شهور، ده بالاضافه لبدء موسم التوريد اللي هو بدا اعتبارا مع بدايه هذا الشهر. زيوت الطعام كذلك عندنا مخزونات 5.9 شهر، وانا اعتقد ان هذا ما حمى مصر خلال الازمه العالميه نتيجه الحرب الروسيه الاوكرانيه. اشكرك شكرا جزيلا استاذ عبد اللطيف وهب، الكاتب الصحفي المتخصص في شؤون مجلس الوزراء. التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي عددا من مقاتلي قوات المظلات في إطار اللقاءات الدورية التي تقوم بها القيادة العامة للقوات المسلحة لتوحيد المفاهيم تجاه القضايا والموضوعات المختلفة.
التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بعدد من مقاتلي قوات المظلات، وذلك في إطار اللقاءات الدورية التي تقوم بها القيادة العامة للقوات المسلحة لتوحيد المفاهيم تجاه مختلف القضايا والموضوعات. وبدأ اللقاء بكلمة اللواء أركان حرب عاطف إبراهيم ماضي قائد قوات المظلات، أكد خلالها على الدعم المستمر الذي تقدمه القيادة العامة للقوات المسلحة لرجال المظلات، مؤكدا أن رجال المظلات سيظلون دائما في أعلى درجات اليقظة والجاهزية لتنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم. ونقل القائد العام للقوات المسلحة خلال اللقاء تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لرجال المظلات، وهنأهم بحلول شهر رمضان المعظم، مشيدا بما يقدمه رجال المظلات من تضحيات وتنفيذهم لمهامهم بكفاءة واقتدار. كما استعرض الفريق أول محمد زكي تطورات الأوضاع بالمنطقة وانعكاساتها في شتى المجالات، مشيرا إلى أن القوات المسلحة قد حققت طفرة غير مسبوقة في تطوير أساليب التدريب القتالي، وأنها ستظل دائما تعمل وفق عقيدة إيمانية راسخة تعلي مصلحة الوطن فوق أي اعتبار، مضيفا أن القوات المسلحة هي الحصن المنيع الذي يحافظ على الدولة المصرية وتماسكها في مواجهة كافة التحديات داخليا وخارجيا. وأدار القائد العام حوارا مع مقاتلي قوات المظلات تناول خلاله التحديات المطروحة على الساحات المحلية والإقليمية والدولية، كما استمع لآرائهم واستفساراتهم حول مختلف القضايا، مشيدا بما لمسه من فهم واع وإدراك تام لمختلف القضايا والموضوعات. حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة. نظمت وزارة الداخلية احتفالية بمناسبة يوم المجند في إطار اهتمامها برفع كفاءة العنصر البشري لأداء المهام الأمنية المتنوعة. انضباط كبير بين صفوف المجندين الملتحقين بالخدمة بوزارة الداخلية في ظل اهتمام الوزارة برفع كفاءتهم البدنية والقتالية لأداء المهام الأمنية الموكلة إليهم في كافة القطاعات الشرطية، وهو ما أظهروه خلال الاحتفال بيوم المجند في إطار العام التدريبي 2022-2023. عروض متنوعة أداها المجندون تؤكد على المهارات التي اكتسبوها خلال فترة التدريب والتأهيل داخل معسكر تدريب المجندين بالإدارة العامة لتدريب قوات الأمن. طبعا التدريب بيرفع من لياقتنا البدنية، بيخلي الصحة أحسن، ودايما بنتعود على التدريبات والجري والتمارين. التدريبات دي كمان بتفيدنا في الخدمات برا، بتخلينا واثقين من نفسنا واثقين قادرين إن احنا نحمي بلد. بيانات عملية أداها المجندون تحاكي طبيعة المهام التي تنفذ ميدانيا، وهو ما يؤكد على قدرتهم وجاهزيتهم للعمل وسط أصعب البيئات وفي ظل متغيرات ومستجدات أمنية متنوعة. فقد تم وضع برامج تدريبية للمجندين منذ لحظة التحاقهم بالخدمة العسكرية لرفع اللياقة البدنية والتدريب على فنون القتال والاشتباك ومواجهة المواقف الأمنية المتنوعة والطارئة. سرعة وكفاءة ومهارة في أداء المجندين في مختلف المواقف الأمنية لتحقيق السيطرة باحترافية كبيرة تعكس استيعاب البرامج التدريبية والتعليمية خلال فترة التأهيل. تلك العروض تؤكد على الاهتمام الواضح من وزارة الداخلية برفع كفاءة العنصر البشري في كافة قطاعاتها لأداء المهام الموكلة إليهم بكفاءة واحترافية وتقديم الخدمات بصورة حضارية. فهؤلاء المجندون سينطلقون لأداء خدمتهم في كل مواقع العمل الشرطي مسلحين بمهارات وتدريب متطور خلال فترة التأهيل. عبد الله بركات، التلفزيون المصري. قصفت المدفعية الروسية مدينتي ماريوبول وخاركيف الأوكرانيتين، ما أدى إلى محاصرة عشرات الآلاف من السكان من دون طعام أو ماء أو كهرباء.
وأعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف تدمير 5 قواعد تخزين الوقود لإمداد القوات الأوكرانية. مع تصاعد الحرب في أوكرانيا، ذكرت المخابرات العسكرية البريطانية أن القتال الضاري والضربات الجوية الروسية مستمران في مدينة ماريبول الأوكرانية المحاصرة. وقالت وزارة الدفاع أن الوضع الإنساني في المدينة يزداد سوءا، وأن معظم السكان المتبقين البالغ عددهم 160 ألفا ليس لديهم كهرباء أو اتصالات أو دواء أو تدفئة أو ماء، كما أن القوات الروسية منعت وصول المساعدات الإنسانية، ومن المرجح أن تضغط على المدافعين عن المدينة للاستسلام. الجيش الروسي أكد أنه أسقط مروحيتين أوكرانيتين كانتا تحاولان إجلاء قادة عسكريين لكتيبة قومية تتولى الدفاع عن ميناء ماريبول المحاصر. وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف عن فشل قادة كتيبة أزوف المتطرفة مجددا في مغادرة ماريبول. تم إحباط محاولة أخرى من قبل نظام كييف لإجلاء قادة كتيبة أزوف المتطرفة في ماريوبول. إن القوات الروسية أسقطت مروحيتين أوكرانيتين من طراز مي 8 حاولت اختراق المدينة من جهة البحر. ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تم تدمير 125 طائرة حربية و93 مروحية و403 طائرات مسيرة و1981 دبابة ومدرعة و854 مدفعا و1876 عربة عسكرية. تزامنا، أعلن حاكم لفيف في غرب أوكرانيا عدم ورود أي تقارير عن إصابات من جراء انفجارات دوت في منطقته، في حين أسفر قصف مدفعي روسي على قريتين قرب العاصمة كييف عن سقوط 12 قتيلا. كما أعلنت السلطات الأوكرانية أن الجيش الروسي قصف مخزنا للنفط قريب من مدينة دانيبرو في شرق البلاد، ما أدى إلى تدميره. قال الكرملين اليوم إن محادثات السلام بين موسكو وكييف لا تتقدم بالسرعة التي يريدها. وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين إنه يجري العمل على بدء جولة جديدة من المحادثات، لكن الطريق لا زال طويلا لإحراز أي تقدم. وتتهم موسكو الغرب بعرقلة مسار المفاوضات من خلال المزاعم المتعلقة بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا، وهو ما تنفيه روسيا وتصفه بالتزوير المتعمد. أعلنت اليونان طرد 12 مسؤولا روسيا، وقالت الخارجية اليونانية إن القرار جاء تماشيا مع اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية، مضيفة أنه تم إبلاغ السفير الروسي بالقرار. جاء ذلك تزامنا مع طرد عشرات الدبلوماسيين الروس من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وسلوفينيا بدعوى أنهم أشخاص غير مرغوب فيهم لقيامهم بأنشطة تتعارض مع وضعهم الدبلوماسي. قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين اليوم إن الاتحاد الأوروبي سيفرض المزيد من العقوبات على روسيا، من المرجح أن تشمل إجراءات ضد واردات النفط الروسي. هذه العقوبات لن تكون الأخيرة التي نفرضها على روسيا، لقد قمنا بحظر واردات الفحم، لكن علينا أن ندرس فرض حظر على النفط والعائدات التي تحصل عليها روسيا من الوقود الأحفوري. وعلينا أيضا بذل الجهد حيث ستقوم الخطوة التالية في إلحاق أضرار بالنظام المصرفي الروسي. قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل إنه على الاتحاد الأوروبي عاجلا أم آجلا فرض عقوبات على قطاع النفط والغاز الروسيين، منددا بجرائم ضد الإنسانية ارتكبت في بوتشا والكثير من المدن الأخرى في أوكرانيا. حزمة العقوبات الجديدة التي سيفرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا تتضمن حظر واردات الفحم الروسي
وأعتقد أن الإجراءات التي تتخذ بشأن النفط والغاز سنحتاج إليها إن عاجلا أو آجلا. أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن ما يحدث في مدينة بوتشا الأوكرانية هو حقيقة الأمر جريمة بشعة لا تقل عن كونها إبادة جماعية. تصريحات جونسون تأتي خلافا لما هو متبع من الحكومة البريطانية التي رفضت مرارا استخدام مصطلح إبادة في الحديث عن أوكرانيا وغيرها من النزاعات، مشيرة لأن هذه التصنيفات من مهمة المحكمة المخصصة لذلك. في هذا السياق دعا جونسون المجتمع الدولي إلى التحرك مجددا لفرض العقوبات، مزيد من العقوبات على روسيا. نتحول الآن لمؤتمر صحفي مع المدعي العام الأمريكي بشأن فرض مزيد من العقوبات على روسيا. بفرض عقوبات مالية على موسكو وتتوقع المزيد جو، إذا نتحدث في الموضوع نفسه. وزارة العدل الأمريكية يبدو بأنها مصرة على هذه العقوبات أكثر. هي ليست مصرة فضيلة، هي جزء من السياسة الأمريكية تجاه الرئيس الروسي بوتين. دعيني أوجز لك النقاط التي تعمل عليها إدارة بايدن. أولا، هناك الماضية لتظهر بوضوح أن الحكومة الروسية التي تعاني في الحرب غير المبررة في أوكرانيا هي أيضا حكومة فاسدة. العالم رأى الأبرياء في أوكرانيا يعانون على يد الحكومة الروسية، ولسنوات النظام الروسي يعاني من فساد مستشري يبدأ برأس الهرم مع فلاديمير بوتين والأوليغارك أو الأثرياء حوله، الذين يقومون بجرائم على حساب الشعب الروسي للحصول على أموالهم الطائلة. وهذه الجرائم سهلت الاعتداء غير المبرر لروسيا على أوكرانيا، والعالم ينظر يرى الأوكرانيين يغادرون منازلهم ومدارسهم والمستشفيات ويضطرون وضع أحبائهم في القبور. والوزارة هنا تريد أن تستعمل كل قدراتها لمحاسبة كل المسؤولين عن هذه الفظائع، خاصة الأثرياء الأوليغارك الذين يدعمون النظام الروسي، ليشعروا هم أيضا بتأثير العقوبات التي فرضت عليهم لمواجهة الاعتداء الروسي على أوكرانيا. وفريق العمل لدينا عمل بشكل جدي في هذا الأسبوع، الشركاء في إسبانيا بطلب منا وبطلب من محكمة أمريكية وضعوا اليد على يخت التانجو الذي يمتلكه فيكتور فانسربرغ، وهو شخص يخضع للعقوبات. وقد قامت السلطات الإسبانية بتفتيش السفينة بصحبة أشخاص من الإف بي آي. ووزارة الخزانة الأمريكية قد فرضت منذ بضعة سنوات بعض العقوبات على السيد فانسربرغ، ولكنه أيضا تحدى العقوبات ليستمر بتمويل حياته ورخائه. وعبر وضع اليد على اليخت نظهر تصميمنا على محاسبة الفاسدين في روسيا، وهو التزام ما زلنا نعمل على تطبيقه. كذلك في نيويورك علمنا عن اتهامات ضد كونستانتين ماليفيست، وهو أيضا متهم بالتآمر لانتهاك العقوبات الأمريكية. وهذه هي الاتهامات الأولى الجنائية الموجهة على أحد هؤلاء الأثرياء. السيد ماليفيست أيضا كانت قد خضعت عليه عقوبات بعد اجتياح واحتلال شبه جزيرة القرم
ومذاك الحين عمل أكثر من مرة على انتهاك العقوبات المفروضة عليه، وحاول أيضا إنشاء شركات إعلام عبر الدول الأوروبية للترويج للأخبار المغلوطة التي يروج لها الكرملين. كذلك حاول أن ينقل حصته في بنك في تكساس إلى زميل له، وفي الاتهامات الموجهة له تمكنا من وضع اليد على هذا الاستثمار. الأوليغارك هم الصورة الواضحة لكل التمويل غير القانوني في روسيا. وأمس الوزارة تمكنت من تدمير موقع على الإنترنت الأسود، وكذلك فرضت عقوبات على شخص روسي يستعمل هذا الإنترنت. وعملنا مع ألمانيا أيضا في هذه العملية، وتمكنا من السيطرة على 25 مليون دولار من البيتكوينز في موقع هيدرا للإنترنت الأسود. وكذلك وضعنا حدا لكل التبادلات في العملة المشفرة التي سهلت هذه المواقع. إذن كان هذا جانبا من المؤتمر الصحفي للمدعي العام الأمريكي حول فرض المزيد من العقوبات على روسيا وضرورة محاصرة هذا النظام المعتدي، كما وصفت يعني بسبب الأحداث الأخيرة في أوكرانيا، وقالت إنه لابد من التعامل مع محاولات التلاعب على هذه العقوبات من قبل بعض رجال من أسمتهم بالنظام الروسي أو من رجال الأعمال الروسيين. نستأنف نشرتنا. أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أن واشنطن ستقدم لكييف شحنة إضافية من صواريخ جافلين المضادة للدبابات بقيمة 100 مليون دولار، لترتفع بذلك قيمة المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا منذ بداية العملية الروسية ب1.7 مليار دولار. يأتي هذا فيما التقى وزير الخارجية الأمريكي مع نظيرته البلجيكية صوفي ويلمز في بروكسل. ومن المقرر أن يعقد بلينكين اجتماعات مع وزراء خارجية أستراليا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا قبل المشاركة في اجتماع وزراء خارجية الناتو. ندد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بما وصفه تردد الغرب في حظر واردات الطاقة الروسية، مشيرا إلى أن بعض القادة أكثر حرصا على الأعمال التجارية من اكتراثهم لجرائم الحرب الروسية. وفي خطاب وجهه إلى البرلمان الأيرلندي، أوضح زيلينسكي أن البنية التحتية المدنية الأوكرانية تتعرض للقصف بالصواريخ الروسية، واتهم موسكو بتعمد إثارة أزمة غذائية باستخدام الجوع كسلاح. يأتي خطاب زيلينسكي للبرلمان الأيرلندي في إطار مناشدات عدة أطلقها لنواب الأجانب للحصول على دعم اقتصادي وعسكري ودبلوماسي ضد روسيا. أبدى الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي يانس ستولتنبرغ إمكانية استمرار العملية العسكرية في أوكرانيا عدة أشهر أو سنوات. كما دعا ستولتنبرغ دول الحلف لتوفير دعم إضافي لأوكرانيا عبر إمداد كييف بالمزيد من الأسلحة والمعدات العسكرية. وحث ستولتنبرغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على التوصل إلى حل سلمي يؤدي لوقف العملية العسكرية. كشف الأمين العام لحلف الناتو أيضا عن اتجاه الحلف لتجديد جانب الردع وفقا لتغير الواقع الأمني. تجري الجمعية العامة للأمم المتحدة تصويتا غدا بناء على طلب من الغرب للبت في تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان بحسب ما أفادت رئاسة الجمعية. وللمضي قدما في المسار لابد من توفر النصاب القاضي بتصويت ثلثي الدول الأعضاء في الجمعية العامة الذين تم استدعاؤهم لهذا الاستحقاق. أدان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الضغوط الأوروبية على شركة غاز بروم متعهدا باتخاذ إجراءات انتقامية حال تم تأميم شركات روسية في الغرب.
الأخطاء التي ارتكبتها الدول المتقدمة في سياسة الغذاء والطاقة أدت إلى أكبر ارتفاع في أسعار الغذاء في العالم منذ نحو عامين، وأصبح الموقف أكثر تأزما في الأسابيع الماضية، فيما بين مخزون استراتيجي من الغذاء في حده الأدنى وبين تراجع الإنتاج الغذائي في الغرب نتيجة ارتفاع أسعار الغاز الطبيعية، والذي يرجع أيضا بسبب أنشطة شركائنا الغربيين. قالت المفوضة السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن أكثر من 4.24 مليون لاجئ أوكراني فروا من بلادهم منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 من فبراير الماضي. داخل حدود أوكرانيا وخارجها لا تتوقف موجات النزوح ولا تهدأ حركة اللاجئين العابرين. الجميع يبحث عن عيش آمن بعيدا عن مشاهد الدمار والقتال المتواصل. أكثر من 4,244,000 لاجئ أوكرانية فروا من بلادهم منذ العملية العسكرية الروسية في 24 من فبراير الماضي وفق تعداد المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. المفوضية أوضحت أن 90% من الذين فروا من أوكرانيا هم من النساء والأطفال، بينما لا تسمح السلطات في كييف بمغادرة الرجال في سن القتال حدود أوكرانيا. واضطر أكثر من 11 مليون شخص، أي أكثر من ربع السكان في أوكرانيا، إلى مغادرة منازلهم إما عن طريق عبور الحدود بحثا عن ملجأ في البلدان المجاورة أو عن ملاذ آمن آخر في أوكرانيا. وقبل هذا النزاع كان عدد سكان أوكرانيا أكثر من 37 مليونا في الأراضي التي تسيطر عليها كييف، والتي لا تشمل شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في عام 2014، ولا المناطق الشرقية الخاضعة لسيطرة الانفصاليين الموالين لروسيا. وبحسب منظمات حقوقية وإحصاءات غير رسمية، لم تشهد أوروبا مثل هذا التدفق للاجئين منذ الحرب العالمية الثانية، فيما يصف مراقبون أزمة لاجئي أوكرانيا بالأسوأ في 100 عام الأخيرة. خلال كلمته أمام جلسة مجلس الأمن الدولي، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن العملية الروسية في أوكرانيا تمثل أحد أكبر التحديات التي تواجه النظام العالمي على الإطلاق. الحرب في أوكرانيا هي واحدة من أكبر التحديات التي يواجهها النظام الدولي وهيكل السلام العالمي على الإطلاق. إننا نتعامل مع الغزو الشامل على عدة جبهات لدولة عضو في الأمم المتحدة هي أوكرانيا، وأخرى عضو دائم في مجلس الأمن هي روسيا، وذلك في انتهاك لميثاق الأمم المتحدة. صرح رئيس تونسي قيس سعيد أن التصويت في الانتخابات البرلمانية القادمة سيتغير ليكون في دورتين، وسيكون على الأفراد وليس على القوائم. وقال سعيد في خلال تصريح له أثناء زيارته لضريح الرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة، قال إن الهيئة المستقلة للانتخابات هي التي ستشرف على الانتخابات ولكن ليس بالتركيبة الحالية، وفي إشارة إلى نيته لتغيير بعض أعضائها ممن انتهت فترة عضويتهم في الهيئة. اشتدت الأزمة السياسية الأسبوع الماضي عندما عقد أكثر من نصف أعضاء البرلمان جلسة عبر الإنترنت لإلغاء مراسيم سعيد في تحد له، ورد الرئيس بحل البرلمان. خسر الائتلاف الحكومي الإسرائيلي الذي يترأسه نفتالي بنت غالبية البرلمان أو الغالبية البرلمانية مع إعلان نائبه نائبة يمينية انسحابها من هذا الائتلاف. تسبب إعلان النائبة عيديت سليمان إلى تراجع تحالف بنت إلى 60 مقعدا، ما يجعله متساويا مع مقاعد المعارضة. وأثنى نائب من حزب الصهيونية الدينية على شجاعة النائبة اليهودية في الإقدام على الخطوة الصعبة، بينما توقع عدم قدرة الائتلاف الحالي على الاستمرار. طلب الرئيس الباكستاني عارف علوي من لجنة الانتخابات تحديد موعد لإجراء انتخابات وطنية جديدة. يأتي ذلك في الوقت الذي انعقدت فيه المحكمة العليا لاتخاذ قرار بشأن مدى شرعية المناورات السياسية التي تم بموجبها حل البرلمان. يتعين على المحكمة أن تبت فيما إذا كانت
رئيس الجمعية الوطنية قد خرق الدستور عبر رفضه السماح بإجراء تصويت حجب الثقة عن رئيس الوزراء، ويبقى عمران خان في منصبه حتى تشكيل حكومة انتقالية تكلف بتنظيم الانتخابات. يعين رئيس هذه الحكومة الانتقالية من قبل رئيس الجمهورية بناء على مقترح من رئيس الحكومة الحالي وزعيم المعارضة في الجمعية الوطنية. سجلت الصين 20472 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في 24 ساعة، وهي أعلى حصيلة يومية يتم تسجيلها منذ بداية الوباء، مع تزايد الحالات في شنغهاي رغم كونها مغلقة. وقال بيان اللجنة الوطنية للصحة إنها لم تسجل وفيات جديدة، واستقر إجمالي الوفيات منذ بداية الجائحة عند 4638 شخصا. ووسعت السلطات الصينية منطقة الإغلاق والعزل داخل شنغهاي لتشمل المدينة بأسرها بعد تصاعد حالات الإصابة بفيروس كورونا بشكل كبير. نتيجة لتزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا، دافعت سلطات شنغهاي عن سياستها بفصل الأطفال المصابين بالفيروس عن أهلهم، وسط إحباط متزايد في العاصمة الاقتصادية للصين التي يخضع سكانها 25 مليونا لحجر صحي. وتعتبر شنغهاي بؤرة لأكبر موجة تفشي لكوفيد 19 في الصين منذ بداية عام 2020 بفعل المتحور أوميكرون، ويخضع غالبية سكان المدينة لعزل في المنازل بعد أن أعلنت وزارة الصحة عن أكثر من 9000 إصابة جديدة في المدينة، 95% منها بدون أعراض. في الصين يتم عزل أي شخص تأتي نتيجة اختباره إيجابية حتى في حال عدم ظهور أعراض عليه، وأكدت سلطات شنغهاي أن هذا الإجراء ينطبق أيضا على الأطفال، ويتم نقل من تزيد أعمارهم عن 7 سنوات إلى مراكز الحجر الصحي، أما من هم دون 7 سنوات وفي حال كانوا بمفردهم فتهتم بهم مراكز الصحة العامة. ويتصاعد الغضب الشعبي في شنغهاي بسبب عجز السلطات عن مواجهة تصاعد تفشي الوباء حاليا بعد عدة أسابيع من إغلاق استهدف مبان سكنية محددة، حيث قررت السلطات المحلية فرض قيود صارمة لأربعة أيام على الأجزاء الشرقية ثم الغربية من المدينة. وأعلنت وزارة الصحة لليوم الثاني على التوالي عن أكثر من 13000 إصابة جديدة في الصين، وهو مستوى لم يسجل منذ فبراير من عام 2020. في نشرتنا أيضا بعد أخبار الاقتصاد، إيران تقول إنها سلمت وثائق مرتبطة بقضايا عالقة إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية. أتحول الآن إلى زميلي محمد عبد الحكم وهذه الجولة الاقتصادية، إليك محمد. شكرا نادين، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الوقفة الاقتصادية. أبرز ما فيها: رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول تعاون لدعم الشركات الناشئة في مصر. شهد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات لدعم الشركات الناشئة في مصر. واتفقت الهيئات الثلاث على تهيئة البنية التشريعية والإجراءات الجاذبة للاستثمار وإيجاد حلول مبتكرة تتناسب مع طبيعة عمل الشركات الناشئة وتسهيل معاملاتها وخلق بيئة عمل مناسبة لرواد الأعمال بما يجذب رؤوس الأموال المحلية والدولية لعقد الشراكات وتمويل نمو الشركات الناشئة في مصر. ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن مصر أصدرت أول سندات مقاومة بالين الياباني الساموراي بقيمة 500 مليون دولار لتصبح أول دولة في منطقة الشرق الأوسط تصدر ذلك النوع من السندات. وأوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن معدل الفائدة السنوي للسندات يبلغ 85%
بالمئة ولأجل 5 سنوات، مما يجعلها أكثر تميزا عن السندات المقاومة بالدولار وأقل تكلفة. تواصل معارض أهلا رمضان بمنطقة فيصل بمحافظة الجيزة تقديم المنتجات والسلع الغذائية للمواطنين بتخفيضات تصل ل30% وبمشاركة أكثر من 100 عارض وشركة بالتنسيق مع الغرفة التجارية. أكثر من 100 عارض وشركة يتنافسون في تقديم أجود المنتجات والسلع الغذائية للمواطنين وبتخفيضات تصل إلى 30% داخل معارض أهلنا رمضان بمنطقة فيصل بالجيزة وبعروض مميزة، والذي يقام بالتنسيق بين محافظة الجيزة والغرفة التجارية لرفع العبء عن كاهل المواطنين. المكرونة هنا ب 4.5 جنيه، الدقيق ب 9.75 جنيه، اللحمة ب 95 جنيه، البيض ب 48 جنيه، وهكذا يعني. ففي أسعار السكر ب 10 جنيه وربع و10.5 جنيه، الرز وهكذا، فهنا الأسعار كلها مخفضة. الأسعار أقل من السوق ب 2 جنيه هنا في المعرض عشان المواطن يعني والاستهلاك المحلي. عندنا هنا ضاني بلدي أهو بيتباع بره ب 180 جنيه بنبيعه ب 120 جنيه. وعندنا كندوز بقري أهو بتاع وزارة الزراعة بنبيعه ب 95 جنيه. المعرض الذي شمل أقساما للخضروات والفاكهة واللحوم والحاصلات الزراعية والدواجن ويميش رمضان شهد إقبالا كبيرا من المواطنين لتلبية احتياجاتهم من هذه السلع الضرورية. لا هي حلوة وبتسهل ان انت المنتجات كلها حواليك، ان انت مش هتحتاج ان انت تروح كذا مكان، يعني انت الحاجة حواليك، هتخلص بقالة، هتخلص حاجات يميش مثلا، حاجات عطارة، لحوم، في برضو في حاجات دواجن، فدي حلوه بتسهل يعني الموضوع. عن فكره ممتازه جدا، والناس يعني بتبقى متنفس في ظل الاسعار العاليه جدا دي. عندنا اسعار مخفضه من 25-30% جميع المنتجات، مكسرات، عمر الدين، زبيب سوداني، كل حاجة موفرة بأسعار منخفضة من 25-30%. معرض أهلنا رمضان بمنطقة فيصل يأتي ضمن 5 معارض يتم إقامتها في محافظة الجيزة بالوراق وأوسيم والبدرشين والعياط للوقوف على احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان الكريم. جهود كبيرة تقوم بها الدولة من خلال التوسع في إقامة معارض أهلا رمضان على مستوى الجمهورية لتوفير كافة مستلزمات شهر رمضان للمواطنين في ظل زيادة الإقبال على المواد الغذائية، بما ينعكس على مواجهة غلاء الأسعار وجشع التجار واستقرار الأسواق. من داخل معارض أهلا رمضان بفيصل بمحافظة الجيزة، أحمد ممدوح، أني. تراجعت مؤشرات البورصة المصرية تحت ضغط من عمليات بيع من قبل المستثمرين المصريين قابلتها مشتريات للمستثمرين العربي والأجانب، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقايضة بالبورصة نحو 1.5 مليار جنيه ليصل إلى 731.5 مليار جنيه بعد تداولات كلية بقرابة 2.9 مليار جنيه. وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إيجيك 30 بنسبة 29%، كما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجيك 70 بنحو 22%. قال وزير الاقتصاد التونسي سمير سعيد إن وفدا تونسيا سيتوجه إلى واشنطن في 18 إبريل لإجراء محادثات على مدى أسبوع مع صندوق النقد الدولي. وتأمل تونس التي تمر بأكبر أزمة مالية في تاريخها في التوصل لاتفاق مع صندوق النقد مقابل تنفيذ إصلاحات لتجنب انهيار ماليتها العامة، وفي حين رفض الاتحاد العام التونسي للشغل الإصلاحات المقترحة وهدد بإجراء إضراب على مستوى البلاد. تقول الحكومة إنه لا خيار أمامها سوى التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي. نهاية الوقفة الاقتصادية، نعود من جديد إلى زميلتي دينا إبراهيم. إليك دينا. شكرا لك محمد. قال محمد إسلامي رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية اليوم إن إيران سلمت وثائق مرتبطة بقضايا عالقة إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث تطالب طهران بغلق تحقيق للوكالة بخصوص جسيمات يورانيوم عثر عليها في 3 مواقع غير معلنة. اتفقت إيران والوكالة الشهر الماضي على خطة مدتها 3 أشهر تهدف لحل المسألة طويلة الأمد المتعلقة بجسيمات اليورانيوم المكتشفة في مواقع قديمة لكنها غير معلنة في إيران. سيزيل حل هذه القضية عقبة في سبيل إحياء اتفاق
2015 النووي بين طهران والقوى الكبرى. وافقت الحكومة الأمريكية على صفقة جديدة لبيع تايوان تجهيزات وخدمات تدريب بقيمة قد تصل إلى 95 مليون دولار لصيانة نظام باتريوت للدفاعات الجوية. أشار البنتاغون إلى أن الأجهزة وخدمات التدريب تمثل قوة ردع في وجه التهديدات الإقليمية وتعزز نظام الدفاع عن أراضي الجزيرة. تمت الموافقة على صفقة مماثلة في فبراير الماضي لتزويد تايوان بتجهيزات وخدمات مخصصة لأنظمة الدفاع الجوي وتلك المضادة للصواريخ بهدف التصدي لتوغلات الطائرات الحربية الصينية المتزايدة. أعلن الجيش الأمريكي أنه اختبر بنجاح للمرة الثانية صاروخا فرط صوتي أطلق من طائرة أثناء تحليقها وقطع مسافة تزيد على 300 ميل بسرعة بلغت 5 أضعاف سرعة الصوت ووصل إلى ارتفاع يناهز 20,000 متر. تسعى الولايات المتحدة من خلال تجربة صاروخ هاوك إلى اللحاق بركب الصين وروسيا واللتين سبقتها في مجال تطوير هذا النوع من الصواريخ. الصواريخ الفرد صوتية مصممة للتحليق بسرعات عالية وعلى ارتفاعات منخفضة يمكنها أيضا أن تغير اتجاهها أثناء الرحلة، الأمر الذي يجعل عملية اعتراضها أكثر صعوبة مقارنة بالصواريخ التقليدية. وبعد أخبار الرياضة في هذه النشرة، انطلاق فعاليات ليالي المقامات الروحية في دورتها 7 في منطقة الدرب الأحمر بمناسبة شهر رمضان. شكرا لك محمد. تزامنا مع بدء شهر رمضان انطلقت فعاليات ليالي المقامات الروحية في دورتها 7 في بيت يكن بمنطقة الدرب الأحمر في الفترة من 4 إبريل وحتى 8 الشهر الجاري. بمناسبة شهر رمضان الكريم انطلقت ليالي المقامات الروحية في دورتها 7 والتي تنظمها مؤسسة حوار برئاسة الفنان انتصار عبد الفتاح. والحقيقة هناك برامج متنوعة وبنؤكد من هذه الليالي على فن السماع وعلى الفنون الراقية. احنا محتاجين ان احنا ننزل للناس، مش هم اللي يقولنا، محتاجين ان احنا نتحاور معاهم فنيا. شفت سيادتك الجماهير التحمت ازاي وكانت متحمسة، لان الجماهير عاشقة لهذا الفن الراقي. وانا سعيد جدا بترحاب الدرب الاحمر ونجاح هذه الليالي نجاح ساحق الحقيقة. تستمر فعاليات ليالي المقامات الروحية والتي انطلقت لأول مرة ببيت يكن بالدرب الأحمر على مدار 5 أيام متتالية. فكرة كمان الناس الحقيقة بتتشد ليها جدا، وخصوصا في الأيام اللي هي زي رمضان والأيام الروحية دي، تلاقي طبعا الجمهور زي ما انت شايف الحمد لله رب العالمين، تلاقي في كل الأماكن مليانة، والجمهور بتاعنا الحمد لله بيتابعنا في كل مكان بنروحه، سواء في الحسين أو في الدرب الأحمر أو في السيدة أو في الشوارع والميادين، فالحمد لله دي حاجة جميلة جدا. رسالة روحانية تبعث بها ليالي المقامات الروحية للجمهور، خاصة في أيام الشهر الفضيل من خلال الابتهالات والأناشيد التي تخاطب الوجدان. في أيام ذات طابع خاص وبمناسبة الشهر الكريم، يسعى الفنان الدكتور انتصار عبد الفتاح إلى مخاطبة الروح والمشاعر من خلال ليالي المقامات الروحية في دورتها 7 والتي انطلقت ولأول مرة ببيت يكن بالدرب الأحمر. أمل صبري، النيل. ختم هذه النشرة نذكر بالأنباء. مدبولي يشدد على أهمية التعاون والتنسيق بين أجهزة الدولة لتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة. خلال لقائه مقاتلي قوات المظلات، وزير الدفاع يؤكد أن القوات المسلحة حققت طفرة في تطوير أساليب التدريب القتالي. الاتحاد الأوروبي يفرض مزيدا من العقوبات على روسيا، من المرجح أن تشمل إجراءات ضد واردة النفط. ختام نشرة، إلى اللقاء.